تنعدل، يحيى عطية الله أصبح واحد من المفاتيح الهجومية المهمة للنادي الأهلي. أكيد طبعا. ولكن وجود لاعب في وسط الملعب زي مروان عطية في الوقت ده النهارده على مقاعد البدلاء. عارف لكن أنا بكلمك لا بوجود مروان عطية، يمكن الكابتن محسن يتكلم على الطرفين إن هما ممكن يطلعوا يهاجموا بشراسة، مش محتاج إن هو النهارده يهاجموا بشراسة علشان نص الملعب. انت لما بتحط اتنين ديفندرات زي مثلا كوكا ومروان عطية مع بعض، فالاتنين ممكن يروحوا فبيثبتوا مين كوكا ومروان عطية. ولكن دلوقتي انت عندك السولية وعندك كوكا، الحتة الدفاعية بتاعت كوكا اعلى من السولية، عندك قدامهم امام عاشور او بجنبهم امام عاشور. انت بتتكلم على 4-3-3 احيانا، وساعات بتتلعب 4-2-3-1 تمام. لكن انت بتتكلم عطية الله بقى مفتاح لعب وبقى يتمسك وبقى يتعمل له حساب، عشان كده انت لازم بتعمل بديل. علي معلول لما كان بيتمسك وبتعمل له حساب كان ايه اللي بيحصل؟ كان ساعتها ايمن اشرف او اي سرد باك من ناحيه الشمال هو اللي بيبقى باك ليفت في الوقت ده، وعلي معلول بيبقى طرف شمال ما بيبقاش باك، بيبقى طرف شمال، بياخد حريه هجوميه وقتها. ولكن متعوض بمين؟ متعوض بلعيبه نص الملعب. دي واحد. اتنين، انت لما يبقى الاطراف عندك الاتنين بيهاجموا مرة واحدة يبقى عندك مشكلة. انت لما عطية الله دي بتبقى اكتر من اكرم توفيق المفترض، انت لما عطية الله هو اللي بيهاجم بيدخل اكرم توفيق تالت في وسط الملعب، فتالت في الحتة الدفاعية، وبيبقى قدامهم كوكا، ساعتها السولية يقدر يكمل، يبقى انت بتدافع باربعة، عندك ستة ممكن تدافع باربعة. عطية الله النهاردة هيهاجم كتير جدا وهيوصل بدرجة كويسة، ولكن متأمن من كوكا. يمكن كوكا هيبقى عنده النهاردة اكتر حاجه انه لازم يشتغل عليها كوكا، ان هو يامن عطية الله لما في طلوعه، ده واحد يامن الناحيه الثانيه لما يطلع مروان اكرم توفيق، لما يطلع السوليه هيكمل معاه، هيميل شويه علشان خالد عبد الفتاح لازم يميل كمان في الحته في حته الباك رايت، هتلاقي خالد عبد الفتاح بيميل حته الباك رايت. ولكن في اخر الامر احنا خلينا نتكلم على التوازن في الحته الهجوميه والتوازن في الحته الدفاعيه. يعني النهارده الاهلي عليه حرص النهارده، لان النهارده النادي الاهلي هيبقى عنده مشكله في الملعب.